السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا بنرتب الميتنج في المشروع دوت. اجي هنا على ميتنج، تمام، واقول له انا عايز اعمل اضيف نيو ميتنج، هسمي دوت مثلا اكس مين، ذي اللوكيشن، هتبدأ تكتب المكان هيبقى موجود فين، هيبدأ امتى والساعة كام، ولازم تبدأ في الساعة دي حتى لو الناس اتأخرت، تمام. مين الناس اللي هتشارك، فتبدأ تقول له انا هعزل الناس ديت، تمام، وتقول له كريت، فتجيلهم ايميلات وتجيلهم تنبيهات ان في اجتماع دلوقتي او في اجتماع يوم كذا.